مسيرتنا هذا اليوم بسماع للمحاضرة الثانية التي سيلقيها الأستاذ حبيبنا محمد الأوراغي، وهو أستاذ بشعبة اللغة العربية وآدابها كلية الآداب بجامعة محمد الخامس في الرباط، متخصص بنوع من الدقة في اللسانيات المقارنة ونحو العربي ونحو العربية والتوليفي، حصل على دكتورة الدولة في اللسانيات المقارنة من كلية الآداب جامعة محمد الخامس في الرباط، أستاذ زائد للتدريس في جامعات أوروبية وإفريقية وآسيوية، خبير في منظمات دولية في مجال إعداد المناهج اللغوية لتعليم العربية للناطقين بغيرها، مؤسس نظرية لسانيات نسبية بين اللغات البشرية، المقارنة بين اللغات البشرية، واضع نحو اللغة العربية التوليفي، مشارك بأبحاث لسانية في عدد من الندوات الوطنية والدولية، وعضو في جمعيات علمية محلية ودولية، وله مؤلفات كثيرة أسرد منها مؤلف الوسائط اللغوية في حجمين، أفول لسانية الكلية ولسانية النسبية والإنحاء النمطية، ثم كثير من المؤلفات في قبل سنتين ثلاث مؤلفات في 2010 نظرية لسانية النسبية دواعي النشأة، لسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، لسان حضارة القرآن، ثم الآن في تحت الطبع آخر مؤلف له نظرية أصول الصياغة التشريعية، وله كثير من المقالات في مجالات متخصصة وكتب مشتركة إن شاء الله سنجدها عندنا في الموقع الملتقى، سنجد هذه التفاصيل إن شاء الله. إذن نحن نفسح له المجال لكي يقدم لنا المحاضرة حول تناقص اللغات لتفاعل الحضارات، فليتقدم مشكورا الأستاذ الأوراغي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في البداية أن أشكر الأستاذ الفاضل عربي بوعياد على دعوته للمشاركة في هذا الملتقى الأول التأسيسي الممهد علميا وثقافيا وفكريا لهذه الجمعية الفتية، جمعية ملتقى الحضارات. وأود أن أشارك في هموم هذا الملتقى، وأول همه هو مفهوم الحضارة كما سبقني أن تحدث المحاضر السابق دكتور محمد بلفقي، أن تأسيس المفاهيم من وسائل نجاح العمل العلمي، وتحديد المفاهيم من وسائل النجاح. وأريد أن أسهم في تحديد هذه المفاهيم الأساسية الذي هو مفهوم الحضارة. لن أكرر ما قاله المحاضر السابق، ولكن
سأتخذ وسيلة أخرى، سأعتمد منهجية ثانية من أجل تحديد المفاهيم، مفهوم الحضارة، هذا التعدد الحضارات، ثم هذا العنوان الفرعي لهذا اللقاء الذي هو الحضارات والتحديات المعاصرة. من أين تأتي التحديات للحضارة؟ من أين تأتيها؟ ثم الأمر الآخر، وهو أريد أن تتابعني في منهجيتي المعالجة، لأنه إذا صدقنا بالمنهجية فالنتائج بالضرورة يجب أن تكون مقبولة، لأن الآن أعتقد أنه الآن الذي يجب أن نهتم به كثيرا في تحديد مفاهيمنا، وهو منهج المعالجة، كيف نعالج الموضوع. طيب، إذن حينما طرح التعدد وملتقى الحضارات، حضارات بالجمع والالتقاء، أين تلتقي؟ إذن هناك تعدد يؤدي إلى الافتراق، وإلا لما وقع تعدد، ثم ملتقى يؤدي إلى الالتقاء، فكيف يحصل؟ كيف يمكن أن يحصل؟ كيف يمكن أن نتصور منطقيا وعمليا هذا النوع من الافتراق والالتقاء؟ ولذلك علي أن أبحث في النقطة الأولى في قواعد تنوع الحضارات وتشعبها. هل من قاعدة تفسر بالمعنى العلمي، أي تعلي وتبرر منطقيا، تفسر كيف تتنوع الحضارات، ثم كيف تتشعب الحضارة الواحدة؟ إن هناك مفهومان، تنوع الحضارات والحضارة الواحدة يمكن أن تتشعب. هذه هي النقطة الأولى، هل من سبيل إلى ضبط ذلك؟ إذن علي أن أبحث في داخل هذا الموضوع في تنميط الحضارات، هل يمكن أن ننمط الحضارات البشرية؟ وحينما نتحدث عن التنميط لا بد من حصر الحضارات حصرا منطقيا، بحيث نقول إن الحضارات تتنوع إلى النوع الأول والنوع الثاني والثالث، ولا يمكن أن يكون أكثر من ذلك. هل نصل إلى هذا القطع وهو التنميط؟ تتنوع إلى عدد محصور ولا يمكن تجاوزه. هذه النقطة التي سوف أركز عليها. النقطة الثانية في الموضوع وهو التفاعلات الممكنة بين مختلف الحضارات. الحضارات مختلفة ومتفاعلة، والتفاعل هنا اخترت هذا المصطلح، مصطلح التفاعل، لئلا أقول بدءا بأن هذا التفاعل في شكل تكامل أو في شكل صراع. تفاعل يجب أن أحدد نوع التفاعل الممكن بين الحضارات. إذن هذا التفاعل تلاحظون في النقطة الخاصة به ينقسم إلى قسمين، تدافع أو تناوع. إما أن يكون تفاعل من صنف التدافع، وسوف نشرح مفهوم من التدافع، وإما أن يكون من صنف التناوع، وليس بين هذين الضربين من التفاعل ضرب ثالث. هذا هو الذي أريد أن أركز على منهجية المعالجة، حتى إذا صحت هذه المنهجية يجب أن تصح الأفكار
التابعة لها، وإلا يجب استبدال المعالجة بمنهجية أخرى ونترك كل ما سبق. المسألة الثالثة في الموضوع وهو اللغات مجال تأثير الحضارات المتفاعلة. الأستاذ المحاضر السابق تحدث عن العمران كواحد من مكونات الحضارات، جعل العمران كواحد من مكونات الحضارات. في موضوعي أنا سأجعل اللغة واحدا من مكونات الحضارات. اللغة مكون رئيسي في الحضارات، لا يمكن أن تقوم حضارة بغير لغة. وحينما نتحدث عن اللغة فنحن نتحدث عن شيئين اثنين: اللغة كنسق من القواعد وهي التي يتكفل اللسان بوصفها، واللغة كديوان ثقافي وحضاري، كديوان ثقافي لحضارة. فاللغة تتألف من ركنين: نسق من القواعد، وهذا له متخصص، وديوان يحفظ ثقافة حضارة بعينها. إذن اللغة واحد من الأركان الأساس في الحضارة. هذا التفاعل الحضاري سواء كان من قبيل التدافع أو من قبيل التنوع، ما تأثيره على اللغات؟ هذا هو السؤال. أنتقل داخل هذا الموضوع الذي هو اللغات مجاله، هو الميدان لتأثير الحضارات. أنتقل إلى نقطة فيه، سأركز على نقطة فيه، وهي استبدال لغات الاستعمار بلغات الأمصار. هذا التأثير أين يظهر؟ فيما يتجلى، وخاصة نوع من التأثير الذي سوف أركز عليه. أين يتجلى؟ هناك سعي حثيث لنزع لغات الأمصار وإحلال لغات الاستعمار محلها. هذا ضرب من التفاعل الحضاري، وسوف نرى كيف يحصل ذلك، وما هي الوسائل، وكيف يكون تدبير هذا الأمر. من نتائج تأثير الحضارات بعضها في بعض هو أنه نجد الآن، يهمنا هذا لأن في بلد آخر قد يكون الأمر، نجد الآن أن العربية آخذة في الانحصار والانكماش، دخلت في طور، إن شئتم دخلت في طور الغيبوبة بسبب تفاعل حضاري الذي سوف نتحدث عنه. إذن هناك انحصار للغة العربية بسبب المناوئة الحضارية، وسوف أشرح هذه المفاهيم من خلال العرض. النقطة الأخيرة في انحصار اللغات هو الانتقاص من اللغة. هناك انتقاص من اللغة، وكيف ينعكس ذلك على المستعمل؟ أي إذا حصل هذا الضرب من الانتقاص من اللغة العربية،
كيف سنجد مستعملها؟ على أي حال سيكون مستعملها المفترض أو المنتسب إلى اللغة العربية؟ كيف سيكون؟ ما هي الانعكاسات؟ فأعتقد أن هذا هو تدخلي في هذا الملتقى. سأتناول الحضارات، مفهوم كيف يمكن أن أسس، وسأشرع معكم في أن نفكر جميعا في المفاهيم كما سبق المحاضر في تدخله، أن نؤسس المفاهيم أولا حتى نعلم عما نتحدث، حتى نعرف حينما نستعمل مصطلحا معينا نتحدث عن ماذا. يجب أن نوحد لغتنا. أبدأ فيما يتعلق بتصنيف الآن، وكيف، ما هي القواعد التي يمكن أن أنوع بها الحضارات؟ فأقول الحضارات في العمران البشري كالنظريات في المجال العلمي، هذا أول شيء. الحضارات في مجال العمران البشري، وأستعمل هنا العمران البشري بالمفهوم الخلدوني، مفهوم ابن خلدون، وله نصوص كثيرة جدا في العمران البشري. الحضارة في العمران البشري كالنظريات في المجال العلمي، أين يكمن التشابه بين هذين الأمرين؟ إذ يفتقر الجميع إلى أساس يقوم عليه البناء الحضاري أو النظري. فكما تنبني النظريات في شتى المجالات العلمية على فرضيات عمل، ليس هناك نظرية تقوم بدون فرضية عمل، لا بد من تأسيسها على فرضية عمل. تضمن هذه الفرضيات، تضمن للنظريات تماسكها الداخلي، وتحفظ لها تغايرها الخارجي عن سائر النظريات المتحدة موضوعا. وتحدث عن هذا في ميدان اللسانيات على سبيل المثال، هناك أكثر من نظرية وكلها تزعم أنها هي الأجود والأقوى في دراسة اللغات، وكل نظرية تقوم على فرضية عمل مغايرة. يلزم عن ذلك أن يكون للنظرية بناء منطقي خاص، وهذا البناء المنطقي للنظرية هو الذي يجعلها تقبل من المبرهنات ما تقبل وترفض ما ترفض. إذن الفرضية المؤسسة للنظرية تجعل النظرية متماسكة داخليا منطقيا، وكذلك الحضارة. الحضارة لا تختلف عن النظرية اللسانية من حيث الافتقار إلى ماذا؟ إلى قاعدة تقوم عليها الحضارة. لا بد من قاعدة كفرضية العمل في النظرية. فهذه من المسلمات المنهجية لمعالجة تنويع النظريات. كذلك الحضارات تلزمها قواعد مدنية بدل فرضية عمل، تلزمها قواعد مدنية تتأسس عليها فتعصمها من التناقض الداخلي. لا يظهر التناقض الداخلي داخل النظرية، داخل الحضارة لا يوجد التناقض، وإلا ليست حضارة واحدة. لكي نحكم عليها بالوحدة لابد من أن تتماسك داخليا، لابد من أن تكون منسجمة داخليا، لابد أن تكون مغايرة لغيرها خارجيا. إذن فاتخاذ قاعدة مؤسسة للحضارة هو الذي يضمن لها تماسكها الداخلي وتغايرها الخارجي، وتمنعها كما قلت من الاختلاط الخارجي بباقي الحضارات التي تقاسمها العمران البشري والاجتماع الإنساني. فنقول هذه حضارة غير هذه الحضارة، لأن هذه مؤسسة على قاعدة تمدينية خاصة، وهذه
مؤسسة على غيرها، ونتج عن ذلك صرحان حضاريان متغايران متمايزان لا يختلطان. وباختصار، تغاير الحضارات في مجال العمران البشري بسبب تغاير أسسها المتمثلة في قواعد التمديل المنطلق منها لإقامة الصرح الحضاري، كما تتغير النظريات في الحقل العلمي الواحد بسبب تغير فرضيات العمل التي عليها يقوم البناء النظري. هذه من المسلمات المنهجية لمعالجة تنوع الحضارات. التنوع الحضاري الملحوظ على مر العصور قابل للحصر بمبدأ الثالث المرفوع في نمطين اثنين. النتائج: هذا التنوع الحضاري الذي نلاحظه قابل للحصر بمبدأ الثالث المرفوع المنطقي، إما وإما ولا ثالث بينهما، هذا هو الثالث المرفوع منطقيا، بمبدأ الثالث المرفوع في نمطين اثنين، لأن قواعد التمدين المؤسسة للحضارات لا تخرج عن أحد الاحتمالين، إما أن تكون إلهية، قاعدة إلهية وسوف أشرحها، وإما أن تكون إنسية بمعنى إيمانيست كما انتشرت في الفلسفة الغربية، وسوف أشرح هذين هاتين القاعدتين التمدينيتين. وليس بين الاثنتين قاعدة تمدينية ثالثة. نلاحظ الآن كيف أستعمل منطقا صارما، إما أن نقبله كليا وإما أن نرفضه كليا. قواعد التمدين قاعدتان اثنتان بمبدأ الثالث المرفوع، إما قاعدة إلهية وإما قاعدة إنسية، وسأشرح. قاعدة التمدين الإلهية ماذا تفيد؟ تفيد أن الإنسان صانع الحضارة، الإنسان صانع الحضارة هو وسيط، ليس سوى وسيط، يتصرف في الخلق وفق مشيئة الخالق. هذه القاعدة التمدينية، القاعدة الإلهية. الإنسان ليس سوى وسيط، الإنسان الذي يصنع الحضارة، أن الإنسان هو الذي يصنع الحضارة وليس غيره، الإنسان هو صانع الحضارة، وحينما يصنعها إما أن يعتمد على قاعدة التمدين الإلهية. وماذا تقول قاعدة التمدين الإلهية؟ تقول إن الإنسان، هذا الإنسان، هو مجرد وسيط يتصرف في الخلق، أي ما دونه، يتصرف في الخلق أي ما دونه وفق مشيئة الخالق، ليس لك أن تفعل في خلق الخالق ما تشاء، يجب أن تتصرف فيه وفق مشيئة الخالق، وعندئذ تكون عابدا. مسلما، مسلم ليس مسلم معنى قرآني، مسلم، مسلما تتصرف في الخلق المسخر للإنسان أن تتصرف فيه وفق مشيئة الخالق كما أنزلها في كتابه. وصفة، الكتاب وصفة، كيف تتصرف في الخلق
كما أراد الخالق الذي استخلفك، استخلفك في أن تتصرف في خلقه. تصرف في خلقي كما أردت وليس كما تريد، فأنت خليفة في التصرف في الحكم، حكم وتصرف. هذه القاعدة، قاعدة التمدين الإلهي التي تقوم عليها إحدى الحضارتين. إذن وفق مشيئة وبهذه الوسطية، هذه الوسطية يكون الإنسان أمينا على نفسه وعلى ما سخر له من الموجودات الكونية. الإنسان أمين على نفسه وعلى ما سخر له من الموجودات الكونية التي المذكورة. كل شيء خلق له، كل شيء خلق له للإنسان، ما في الأرض وما في السماء مسخر للإنسان، وهو مسؤول أمام الخالق عن أفعاله فيما أتمن عليه. استخلفتك في أن تتصرف، وسأسألك على أفعالك فيما هنا نفهم تحميل الأمانة، إن عرض الأمانة. هذه هي القاعدة التمدين الإلهية التي تنبني عليها حضارته. قاعدة التمدين الإنسية في المقابل، قاعدة التمدين الإنسية مفادها أن الإنسية أولى من الربوبية، الإنسية أولى من الربوبية، وأن القيم التي ابتدعها الإنسان بما أوتي من ملكات عقلية أسبق في الاعتقاد، أسبق في الاعتبار، أسبق بالاعتبار من العقائد الدينية في بناء حضارة إنسية. وهنا أقول هذا الكلام وتستحضرون كل الفلسفة الأوروبية. قاعدة التمدين الإنسية مفادها أن الإنسية الهيومانيست، الهيومانيزم التي كتب فيها ما كتب وما كتب، مفادها أن الإنسية أولى من الربوبية، أولى، نقدم الإنسان على كل أفكار لاهوتية والسماوية إلى غير ذلك. وتعرفون هذا كيف ماذا حصل في أوروبا، وأن القيم التي ابتدعها الإنسان، ابتدعها وليس تلقاها، ابتدعها الإنسان بما أوتي من ملكات عقلية، بملكاته العقلية، بقدرته العقلية، أسبق، هي أولى، أسبق بالاعتبار من العقائد الدينية في بناء حضارة إنسية. بهذه القطبية، إذا هناك قطب، يكون الإنسان حرا في نفسه وليس مقيد بالحرية التي يتحدث عنها. هذا هو مفهوم، هذا هو أصلها. بهذه القطبية يكون الإنسان حرا في نفسه، أفعل بنفسي ما شئت، ولا أتقبل أن يقول لي أحد كيف يجب أن أتصرف في نفسي وفي مالي وفي صحتي وفي ما أملك. بهذه القطبية يكون الإنسان حرا في نفسه، أمينا على القيم الإنسانية المشتركة، أمينا على القيم الإنسانية المشتركة وليست العقائد المنزلة، أمينا على القيم الإنسانية المشتركة بين أقوام في أعلى مراقي المدنية. بدأنا نجعل بين الإنسان درجات. بهذه القطبة يكون الإنسان حرا في نفسه، أمينا على القيم الإنسانية المشتركة،
قيم إنسانية مشتركة، ولكن مشتركة بين جميع الأقوام في الأدغال وفي أرقى العواصم العالم. لا، أمينا على القيم الإنسانية المشتركة بين أقوام في أعلى مراقي المدنية.